وش تقول السلوقية دي؟ أنا كنت داري أنا بتسويها، بس قلت يمكن الطيب ينفع معها ولا نفع. يا بعد عمري، يا بعد قلبي، اذكر الله شوي وهدي، خلي الليلة تعدي على خير. أي خير بيجي من وراها؟ أقولك بتطردنا من البيت، تقول من كرامها مخليتنا في البيت. يما خلاص تعوذي من الشيطان. لا أنا بيها تسمع، حنا ناس ألزم علينا كرامتنا. حلوة هذه، من وين بيجي الخير؟ ما سمعتوها وهي بتطردنا من بيتنا؟ هذا اللي قاصر، حنا ناس عندنا كرامة بنطلع. يا يما أحد يدشي داخل. لا أنا أبيها تسمعني، ماني بخايفة منها. ما سمعتيني الصمخة؟ اسمعي، أكسر الباب عليها الحين. مو على أساس ما عندش مكان تروحين له الظاهر طلع لك مكان جديد؟ لا الظاهر هالمكان عندك من زمان وخايف ان نطردك ويصير عندك بدال البيت بيتين. لو درينا ضيقنا عليك من زمان عشان طالعين لي خاشته. بس عاد يا نوال، بس عاد، بس عن الكلام الماسخ. عاد ارجوك لا تسكتني، انا ما طردت احد ولا قلت لها شيء. هي لو ما كان عندها مكان ثاني ما بتطلع من البيت، وين يعني بتنام بالشارع؟ والله ما عندي غير هالبيت، والجدران هذه تشهد ان عيالي فتحوا عينهم هني. صحيح ان ما عندي ورق يثبت كلامي، لكن الله يشهد ورحمته اوسع من جدرانه. بهدى لك وبطلع. هذا اللي قاصر، شيلوا اغراضكم يا عيال. يا ام جزاع اسكت بس، جزاع ساعد اخوانك. يا ام جزاع اسمعيني، يا ام جزاع، يا ام جزاع دخل الشيطان بيننا يا ام جزاع. العلي العظيم من كل ذنب عظيم. دليل وجع، انت ما سمعت امش قالت؟ الا سمعت، بس الحكي اللي قالته امي مو صحيح. انا ما عندي ولا فلس واحد، وهذول باكر عندهم مدرسه. باكر عندي امتحان كيمياء. امي ما عندها فلوس، وحميدان شفت ايش صار فيه. احنا بنطلع بس مو اليوم. وبعدين شو المطلوب يعني؟ تروح تكلمينها يمكن تهدى. وليه ما تروحين تكلمينها؟ انت اكبر مني. لان الصراحه تجرح. شو اللي يجرح؟ انطقي قول ايش عندك. دليل أم تحبك وأكيد راح تسمعك، روحي كلميها. أنتم طولين، أنا بروح أكلمها. إن سمعت كلامك ما سمعتني أنا بروح أنتحر. لا تهورين علينا، خلاص أنا أروح أكلمها. بس يا ربي شو أقول؟ حتى أنا ما ودي أروح، بس هم ما أرضى أحد زعل أمي. يعني أنا اللي أرضى؟ أكيد لا. يلا. حين شلون يعني بنروح ولا لا؟ لا ما راح نروح. طلع كتاب الكيمياء. يلا. يعني نطلع من البيت؟ خاسي نطلع من البيت، البيت بيتنا. هذا هو الكلام الطيب. أنا والله يعجبني فيك ثبات موقفك ومعنوياتك العالية ما شاء الله. هي ما معنويات يا رجال، شايف وجهي؟ والله وجهك ما شاء الله قمر 14. بس أحمد عجوز عاد. يا سويتي بس يما. يا لب قلب أمه، عندي لك اقتراح طيب. زين قول. ناخذهم هذيل كلهم اللي ببيتنا، نطردهم كلهم. نخلي منو؟ ايه عامر وبارلا، الباقي دمهم ثقيل ما ينبلعون. انزين وشيخه مسكينه؟ اي والله عاد شيخ هذا عمري ما سمعت كلامه. ما تحكي هذه شيخه، نسوي قرعه نشوف اللي يبيها اللي ما يبيها تصويت يعني. يلا هي واخرو. في اقتراح جديد ابا. ها يما تشاء يما. ها يما انا عندي خوش فكره. وشي؟ تعال انا عندي بعد احلى.